اهلا يا اصحاب، اهلا سيمبا للالعاب. ازيكم يا اصحابي؟ سيمبا عاملين ايه؟ الله، ايه القطر الجميل ده؟ القطر الجميل ده اسمه ايه القطر ده؟ توماس. القطر توماس. الله، استنوا يا اصحابي، ايه ده؟ ده شيء بيشد عربيه فحم، وشادد عربيه فيها بنزين، وشادد عربيه بشيله خشب. الله، ده قطر البضائع ده ولا ايه ده؟ ايه ده؟ ده نفق، ده بيدخل النفق ده ولا ايه؟ الله، توماس، كاتبين اسمه توماس. عارفه توماس ده كان بيجي في الكرتون؟ في كرتون اسمه توماس في القطر ده. بتحبي الكرتون الجميل ده؟ ده العلبه، شفتوا العلبه كبيره قد ايه يا اصحابي؟ حط ايدك كده يا اصحابي. ها، الكرتون، حط ايدك كده عشان اصحابك يشوفوا ايدك. ها، ان هو الكرتون بتاع العربيات اللي احنا جبناها الجميل ده، اصحابنا بيحبوه برضو. عربيات ليها عينين، بحبه جدا، بتفرج عليه كل يوم. اللي هي العربيات الجميله دي، اللي هي ليها عينين دي، حاجات زي دي. اهو شوفي يا اصحابي، احنا جبناها قبل كده طبعا، واصحابنا كانوا عاجبينها خالص، عاجبين اصحابنا خالص. انا بحب اللون ده قوي. وانا كمان. اللي جايبهم كلهم؟ لا، ما احنا هنعمل بقى القطر النهارده. هاتي حته من عينهم عشان القطر. لا، بقول لك ايه صحيح؟ ايه؟ بقول لك ايه؟ هو فادي وهادي ما فيش النهارده ليه؟ زعلانين عشان ما يلعبوش معانا. زعلانين؟ زعلانين ليه؟ هم احنا زعلناهمش في حاجه. شفتي اصحاب العلبه من ورا؟ عارفين احنا بنلعب ولا مش بنلعب؟ يعني هم فاكرين ان احنا بنلعب لوحدنا من غيرهم يعني؟ لا، احنا مش قصدنا، احنا فاكرينهم مش عايزين يجوا معانا النهارده، انا فاكرهم لسه في الحضانه باين. يعني هم ما راحوش الحضانه النهارده اجازه؟ هكلمهم. طيب، قالوا يا فادي يا هادي تعالوا بسرعه عشان احنا هنلعب. قالوا لي حاضر، وهيجوا دلوقتي. تا 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 تا، ايه ده يا فادي جه؟ تا 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 تا، وهادي كمان. الله، ده فادي وهادي جم يا اصحابي، هيلعبوا معانا النهارده. الله، طيب بصي بقى، بنتكلم على اصحابنا. يلا، يقول لهم ايه؟ لسه بعملين ايه؟ بيقول لكم ازيكم يا اصحابي. هادي بيقول لكم ازيكم يا اصحابي، هو وفادي كمان. طب بقول لك ايه؟ تعالوا ان هم بقى يقعدوا هنا كده يتفرجوا علينا. ايه؟ انتوا طيبين. بيقول لكم كل عشان رمضان، العيد لسه شويه. هادي وهادي يقعدوا هنا يا اصحابي على ما نفتح العلبه كده ونشوف جواها ايه. يلا، افتحي كده معايا، استنى نقلبها كده. الله، ده الحقي، ده القطر باين اهو. شفتوا يا اصحابي باين منين؟ يا توماس. يلا يا توماس. طب استني، عربيه وعربيه حاجات. طب شيل فيها، شيلها، نطلعها. يا توماس. الله، اهدى. استنوا، هنشيل العلبه دي، فضيت يا اصحابي خلاص. اهدى، تعالي نطلع العربيات كده نوريها لاصحابنا. شفتي وشه اهو، ده توماس. بصوا يا اصحابي، احنا جبنا قطر زيه قبل كده، بس حاجه ثانيه، لعبه ثانيه يعني، كان نفس الوش ده. اي وش، اي قطر تلاقوا الوش ده عليه تعرفوا ان ده توماس على طول. ده قطر بتاع توماس. دي العربيه، دي الراس بتاعه القطر، ودي العربيه بتاعه البنزين اللي شاده، اللي فيها البنزين، ودي العربيه بتاعه الخشب، ودي عربيه بينقلوا، دي بتاعه الفحم، فيها فحم اهو. الله، تعالوا بقى يا اصحابي كده نطلع بقيه الحاجات، القضبان بتاعته الجميله دي. الله، ده في قضبان لونها ازرق، وقضبان لونها احمر. الله، وفي قضبان لونها اخضر كمان. الله، لسه في كمان. في واحده، في لسه في واحده فيها. يلا عشان نشيل دي خلاص، فديت خالص يا اصحابي، نشيلها. تعالوا بقى يا اصحابي، الاول بصوا، قبل ما نعمل دولت نركبهم، نجيبهم على جنب كده ونركب القضبان الاول. احنا عندنا الاخضر ده اربع حتت، ماشي اهمت. وعندنا الازرق، هنشوف الحجارة بتاع القطر، هنشوف. حاضر، بس استني، مش هنركب القضبان الأول. والأزرق أربعة، ماشي، والأحمر اتنين. طب هقول لك على حاجة، إحنا ممكن نعمله إزاي؟ نعمل الألوان مع بعض ولا نعمل إيه بالظبط؟ إيه رأيك أنتِ؟ نعمل بيدكو. بصي، هقول لك، تيجي نعمل الأخضر مع بعض والأحمر مع بعض والأزرق مع بعضه. بصي يا أصحابي، نعمل الأخضر الأول مع بعض أهوت. أنا معايا. طب استني بس هشوف بيركب إزاي، عشان هو أول مرة نركب القطر ده. ركبتي حاجة؟ لا، مش كده، استني بس ثانية واحدة، هركبه يا أصحابي ثانية واحدة. استنوا، ده صعب ده ولا إيه؟ أنا أول مرة أعمله. استنوا، لا مش صعب ولا حاجة، أهو عملته أهوت. وهاتي، هاتي الأخضر، هاتي الأخضر بسرعة، هاتي واحدة. أنا عامل الأخضر مع بعضه يا أصحابي الأول. أنا بعمل يا أصحابي. ماشي، اعملي كده. ها، ودي كده يا اصحابي اهيت. ها،
وريني كده. الله شاطره والله عملتيه صح. ايه ده؟ معلش معلش، هو بس كان عايز يضغط شويه. طبعا هنعمله تاني. استنى يا اصحابي بس هركب دي كمان. طب بصي هقول لك تعمليه ازاي. تعملي دي كده، بصي دي كده ودي كده، وتقومي لفها كده اهو كده وكده، تضغطي بس عليها كده خلاص. هتعملي الازرق مع بعضه. طيب هي الاحمر هنعمل واحده هنا وواحده الناحيه دي يا اصحابي. ماشي يا اصحابي. هي على فكره هي اللي بتتفك. انت كنت عاملاها صح فعلا، بس هي اللي كانت ضعيفه شويه. هي اللي عملنا دي اهيت. وهنعمل الناحيه الثانيه كمان. الله، انا بقى اعملها زي ما كنت عاملاها. طيب ماشي، استنوا يا اصحابي هنعمل دي كده. هي شويه هاتيها وانا اعملها لك. هاتيها وانا اعملها طيب ماشي، مش مشكله. طب هاتي بس بسرعه، هاتي لي الاثنين الازرق، هاتي لي الاثنين الازرق التانيين اعملهم لك اساعدك عشان اوري اصحابنا برضه. بصوا يا اصحابي اهوت. الله، عايز اعمل واحده بقى. طب استنى، سيبني بقى في الدول. طب اعمليها يلا. ها كده عملنا دول. فبس تضغط عليها انت. اضغط لك عليها بس. لا بصي، شوفي شايفه الخط ده والخط ده، لازم تجيبهم على بعضهم كده كده. واحد يلا الفي. ايوه بس شاطره شاطره، ما انت اللي عملتيها، ما انت اللي لفيتيها الوقت. طب تعالي كده بصي هعمل لك دي اهي. يلا لفي، اضغطي اضغطي معايا بس خلاص، ضغطت اهي شاطره. تعالي نعملهم هنا. يلا ثانيه واحده، ما اقول لك اضغطي تضغطي. يلا اضغطي شاطره خلاص، ودي كمان بس خلاص. انا هعمل الثانيه الناحيه الثانيه دي يا اصحابي. ونبقى خلصنا الاطباق. استني لا ثانيه ده كده. ايوه ها، واعملي اضغط على الثانيه. ايوه كده شاطره خلاص، اتعملت. الله، شفت الاطباق عامله ازاي؟ جوه بقى اعملها جوه. لا هنحط هادي وفادي جوه هنا. ماشي يا اصحابي، استني بس. ماشي خدي هادي عندك هنا، يبقوا قاعدين جنب بعض هنا يا اصحابي. استني اوسع بس شويه كده. يلا لسه بقى هنركب الراس دي، الحاجات القطر نفسه يا اصحابي. تعالي بقى نشوف كده هياخد كام حجر. يلا ها هاتي كده عشان نشوف. استنى انا اشوف. طب يلا ها هي. طب ماشي انت واحدة. طب اصحاب ايه ده، واحدة بس معقولة؟ انت فكيتها من تحت من هنا صح؟ يعني كانت كده عشان اوري اصحابنا بس هتتفك ازاي. كانت كده يا اصحابي وفكيناها من تحت. طيب احنا عايزين حجرة واحدة بس يعني ونركبها. بس شكل القطر ده يبقى جميل قوي قوي يا اصحابي، هيعجب اصحابنا جدا. طب تعالوا نركب الحجاره دي يا اصحابي. الله، طب استنى يا هادي، استنى يا هادي لما نركب القطر الاول يا هادي. الله، تعالي بقى نعمل دي كده زي ما كنت فكاها عشان اصحابنا. استنى يا اصحابي، البتاعه دي كانت بتركب كده باين اهيت صح؟ توماس استنى كده. بتلف البتاعه، بتلف اهي شايفه العجل بيلف ازاي؟ حلو قوي ده، هيبقى جميل قوي القطر ده، هيبقى تحفه، هيعجب اصحابنا جدا على فكره. استني بس عشان البتاعه دي عايزه تتظبط اهيت. هنركب بقى القطر الجميل ده على القضبان ونوريه لاصحابنا. ماشي؟ ماشي. شفتوا يا اصحابي ركبنا الحجاره. يلا بصي لو احنا عملنا كده، شفت بيمشي ازاي العجل بيمشي ازاي؟ لا شوفه اهو. يلا عشان اهو ده، يلا عشان نعمله كده. استني كده هنشوف. الله ايه ده احنا لسه ما ركبناش بايد القطر، بس شفتي جميل ازاي اول ما حطيناه كده ركب وبقى جميل. استني كده لما نشوف. لا استني بس، انا عايز اخليه يلف شويه كده اصحابنا يشوفوه وهو بيلف. حاضر ثانيه واحده بس. ماشي خلاص يلا، هاتي هنا بقى عندي كده لما اركب بقيه القطر. يلا لا اعملي بتاع. استني استني مش كده، هاتي بسرعه. بصي عشان تلفيه، عشان توقفيه تعملي ايه؟ شايفه دي؟ تعمليها الناحيه الثانيه كده، فهمتي؟ انا ما بتتعملش. لا انت اعمليها جامد شويه بس، تلاقي عملتها ضعيفه فافتكرتها ما بتتعملش. هنركب دي ونركب عربيه الفحم وراها. ماشي؟ ماشي. وبعد كده عربيه ايه بقى، البنزين الاول ولا عربية الخشب؟ لا عربية بنزين. البنزين ماشي، نحط البنزين هنا كده يا اصحابي اهيت. وبعد كده اخر واحدة بقى عربية الخشب. شايفين الخشب الجميل ده؟ على فكرة ده بيتشال يا اصحابي، بصوا
الله بيتخلع كده، بس احنا مش هنخلعه يعني، احنا ممكن ايه نبقى نوريه لكم بعدين، بس احنا مش هنخلعه عشان ايه كأن العربيه شايله خشب يعني. هنركب دي هنا كده يا اصحابي. الله خلاص يلا يا توماس يلا نشتغل يا توماس. شاطر. هي توماس شد العربيات كلها وجميل. خلي بالكم يا اصحابي الحته اللي ورا دي عاليه شويه، عشان كده توماس ايه بيبطئ عندها، شفتي اللي هي عند ايدك دي. طب يطلع ازاي بطيء شويه كده وبعدين بيقوم يسرع بقى لاول ما يطلع. الله ده فادي وادي مبسوطين خالص من توماس. ايه؟ لا لا ما ينفعش ما ينفعش كده، القطر يقف. ممكن نسقف لتوماس؟ شاطر يا توماس. عارفه انا كمان هسقف لمين؟ هسقف لك انت، عشان انت كنت شاطره النهارده ورتبت اللعب بتاعتك زي اصحابنا، اصحابنا كمان شاطرين وبيرتبوا اللعب بتاعتهم، وانت شاطره خالص انا مبسوط منك، اصحابك كلهم هيسقفوا لك عشان انت شاطره. جميل قوي القطر ده. الله شفتي عارفه اصحابك بيحبوا القناه بتاعتنا وبيحبوك، عشان كده ايه هيعملوا زيك وايه بقى ويرتبوا اللعب بتاعتهم بعد ما يخلصوا لعب. ماشي؟ ماشي. الله جميل قوي. هنحكي حدوته القطر توماس؟ طيب تعالي نحكي حدوته القطر توماس. بص يا ست، كان يا مكان كان توماس ده قاعد زعلان. زعلان ليه يا توماس؟ عشان هو كان لسه صغير وما كانش بيقدر ينقل حاجات كتير، فزعلان خالص. فراح لهادي وفادي وقال لهم يا فادي يا هادي انا زعلان عشان عمه اللي سايقني مش بيحط لي حاجات كتيره اشيلها. كان لسه طبعا العربيات دي بقى، العربيه الفحم دي وعربيه البنزين وعربيه الخشب دول لسه ما جوش بقى، هو كان لوحده، كان الراس دي لوحدها. فقال لهم هو زعلان، قالوا له خلاص ما تزعلش يا توماس، انت خلاص كبرت اهوت، واحنا هنكلم لك عمه السواق عشان يجيب لك حاجات تشيلها. ففادي وهادي راحوا كلموا عمه السواق، قالوا له يا عمو توماس كبر شويه والمفروض بقى تجيب له حاجات يشيلها. قال لهم طيب. فجاب له قال له يا توماس تقدر تشد عربيه الفحم؟ قال له طبعا يا عمو اقدر. فجاب له عربيه الفحم. قال له يا توماس تقدر تشد عربيه البنزين؟ قال له اه يا عمو اقدر اشد عربيه البنزين. قام جايبها له. قال له يا توماس تقدر تشد عربيه الخشب؟ قال له اه يا عمو اقدر اشدها. قام جايبها له. المهم جه بقى دلوقتي هنشيل بقى العربيات دي، مش هنحطها هنا عند فادي وهادي كده. ماشي؟ قولي ماشي. ماشي. حطيناهم عند فادي وهادي. ماشي؟ دلوقتي بقى ايه؟ في عمه بيشتري فحم وبيبيعه، يعني تاجر كده بيشتغل في الفحم بيشتريه ويبيعه. فاتصل بعمه صاحب القطر قال له لو سمحت يا عمو ممكن تجيب لي عربية فحم عشان أنا عايز أشتري فحم؟ قال له حاضر. فقام قايل لتوماس خد يا توماس العربية الفحم دي ووديها لعمه بسرعة. قال له حاضر يا عمو. قام إيه بقى؟ قام واخد العربية بسرعة 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 ورايح لعمه عشان يوديها له. عمه اللي هو بيشتغل بيبيع الفحم ده، شفتي راح بسرعة بس بيمشي بسرعة 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 إزاي؟ عشان يوصل له عربية الفحم. واول ما وصل عنده قام واقف عنده وايه وقال له اتفضل. استنى. وقال له اتفضل يا عمو انا جبت لك عربيه الفحم. قال له شكرا يا توماس. قام فاكين بقى عربيه الفحم كده واداها لعمه، وبعدين بقى قام مروح. هو طبعا ايه ودى عربيه الفحم وقام مروح تاني بقى، راح المحطه بتاعته، رجع كده جه المحطه بتاعته هنا كده، وقام واقف مستني بقى لما حد يطلب حاجه جديده. فعمه بقى ايه اللي بيبيع البنزين بتاع محطة البنزين، عارف عمه بتاع محطة البنزين اللي العربيات بتمول بنزين من عنده ده؟ اتصل بعمه صاحب القطر قال له سمحت يا عمو لو سمحت انا عاوز بنزين ضروري. قال له حاضر. فمايل لتوماس ايه خد يا توماس عربية البنزين الجميلة دي وروح وديها لعمه صاحب البنزينة عشان هو عايز بنزين. قال له حاضر. قام واخد العربية وايه بقى؟ لا دي خلاص دي راحت لعمه خلاص الفحم ده. هو بقى ايه هيودي البنزين لعمه عشان عمه محتاج البنزين. قام رايح له عنده عند البنزينه كده وايه وصل كده وقام واقف هنا وقال له اتفضل يا عمو البنزين جاهز. قام قايل له شكرا يا توماس. قام توماس بقى ايه رجع المحطه بتاعته. استنى ده في طوبه واقفه تعالي نشيلها له. شيل الطوبه. شلنا الطوبه. قام توماس بقى مبسوط بقى ورجع المحطه بقى وقام واقف هنا
عمه بقى صاحب اللي هو بيعمل بقى الايه السراير والدولاب سرير والدولاب، بيعمل حاجات الخشب. عارفه عمه اللي بيعمل هو النجار، عمه النجار بيعمل حاجات خشب، بيعمل دولاب وبيعمل سرير وبيعمل ترابيزه وبيعمل كراسي وبيعمل حاجات كده. اتصل بعمه صاحب القطر قال له يا عمو يا عمو لو سمحت ممكن تجيب لي خشب عشان انا عاوز اعمل كراسي وسراير وحاجات جميله. قال له حاضر. قام قايل لتوماس خد يا توماس القطر العربيه دي بتاعت الخشب دي ووصلها لعمه النجار. قال له حاضر يا عمو. وراح بقى ايه راح عشان يوديها لعمه النجار. توماس بقى خد العربيه الخشب كده بصي وبيمشي بسرعه بقى عشان يوديها بسرعه لعمه النجار عشان عمه النجار يبقى مبسوط. ده احنا لقينا طوب في السكه وحاجات واقفه قدام وهنشيلها له، شلناها. توماس بقى ماشي بسرعه بقى عشان يلحق، واول ما وصل عند عمه قام واقف وقال له اتفضل يا عمو النجار جبت لك الخشب بتاعك. قال له شكرا يا توماس. وتوماس بقى بعد ما خلص هيروح فين؟ البيت على المحطة بتاعته. اه هيرجع على المحطة بتاعته. وصل المحطة. لا لسه. لسه مرة كمان؟ اه ده في طوب كمان ولا ايه؟ تعالي نشيل الطوب ده. نشيل الطوب، شيل ده في كمان، شيله كمان، شيلناه. اه اعدليه اعدلي توماس اعدلي توماس اعدليه. اه ده بيمشي على الارض كمان ده ولا ايه؟ وريني كده. الله ايه استنى يا توماس، لا انت بتمشي على القضبان. لا لا هو توماس شاطر، اصل لو شلنا القضبان هيمشي في كل اتجاه مش هيبقى له مكان معين يعني. بس خلاص هو احنا شلنا له بقى الحاجه بقى وايه وهيوصل بقى تمام عند المحطه بتاعته. واول ما وصل راح واقف. وكده الحدوته الجميله بتاعتنا خلصت. تيجي بقى نركب له العربيات كلها عشان نشوف. القضبان ما ينفعش. هو في يعني ينفع قطر من غير قضبان؟ هتلاقي دخل في الناس وعورهم وكده ما ينفعش. اه واخد باله. لا هو ما ينفعش، اصل ده عجل ده بيبقى حديد بيعور الناس، ده جامد، ده مش زي الكاوتش التاني، ما ينفعش. احنا بقى رصينا له العربيات كلها وهنقول له بالسلامه يا توماس. مع السلامه. باي يا توماس. توماس قال لنا مع السلامه وقام ماشي عشان يوصل بقى الحاجات بتاعته كلها. الله شفتي بقى الشاطر ازاي؟ انا بحب توماس قوي. انت عارفه اصحابنا في التعليقات هيكتبوا لنا، هيكتبوا لنا اذا كان توماس عجبهم ولا لا. ماشي. الله انا كمان بحب توماس قوي. انت بتحبي توماس؟ اه. طيب بقول لك ايه، هو ينفع القطر ده يمشي على الاسفلت؟ لا يعني على الطريق يعني من غير قضبان ينفع؟ لا لازم يمشي على ايه؟ على القضبان. لازم يمشي على القضبان. طب العربيه بتمشي على ايه؟ على ايه؟ على الطريق. الاسفلت. اه بتمشي على الطريق على الاسفلت. والموتوسيكل بيمشي على ايه؟ على الاسفلت. طب والطياره كمان بتمشي على الاسفلت؟ لا بتطير في الهواء. اه الطياره بتطير في الهواء. طب والمركب بتمشي على الاسفلت برضه؟ لا في البحر. في البحر. اه بتعوم على وش الميه كده، فوق الميه بتبقى ماشيه، المركب والسفينه بيمشوا في البحر. ده انت شاطره خالص وعارفه كل حاجه. يعني القطر بيمشي على القضبان، والعربيه والموتوسيكل والعجله بيمشوا على الاسفلت، والطياره بتطير في الهواء والصاروخ بيطير في الهواء، والسفينه والمركب بيعوموا في البحر. انا سقفلك عشان انت عارفه الحاجات دي، واصحابنا كمان هيبقوا عارفينها. طب دلوقتي احنا هنقول ايه لاصحابنا؟ ها نسيتي ولا ايه؟ ها اشتركوا معانا في القناة يا أصحابي، ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات القطر الجميل توماس ده عجبكم ولا لأ؟ اه ده هادي وفادي بيلعبوا مع توماس شاطرين. توماس تعب. تعب؟ طب نوقفه شوية. استنى يا توماس اقف شوية ارتاح. استنى ده عايز البنزين. اه هنبقى نحط له بنزين دلوقتي. ماشي يا أصحابي. اه ماشي خليه يحط له بنزين هنا. اشتركوا معانا في القناه يا اصحابي، ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات القطر الجميل توماس ده عجبكم ولا لا؟ وكمان يا اصحابي ما تنسوش تشوفوا فيديوهاتنا الجميله اللي فاتت، هتعجبكم قوي قوي قوي. عاملين العاب جميله قوي قوي مع فادي وهادي، وفي العاب طبعا من غيرهم. ماشي. وكمان يا اصحابي عايز يقعدوا هنا كده. ماشي خلاص بس استنى. وكمان يا اصحابي ما تنسوش تبعتوا الفيديو الجميل ده لكل اصحابكم عشان يشوفوه. استنى الرز مش مظبوطه. ماشي يا اصحابي. وما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات برضو انتوا عايزين العاب ايه عشان نجيبها لكم، عشان نجيب لكم العاب جميله قوي قوي يا اصحابي. اهو مش هيقدروا يمشوا، مش هيقدر ده تقال. طب استني كده. مش قادر مش قادر. طب نشيل ده كده. اه شفتي اول ما شلناه مشي على طول ازاي؟ يلا. طب بقول لك هنقول ايه لاصحابنا دلوقتي؟ لا قلنا لهم اشتركوا خلاص، هنقول لهم حاجه ثانيه يا اصحابي.
الى اللقاء يا اصحابي. السلامه يا اصحابي. السلامه. باي باي يا اصحابي. الى اللقاء. باي. اقول لك حاجه، شيل الوش ده لوحده وبعدين اعمل الجسم ده. ماشي يلا عشان اصحابنا عايزين يشوفوا حاجات كمان. ماشي معلومه. خلص اللي عندك. الله، شايفين يا اصحابي عملنا ايه؟ دي مش عارف دي ايه، دي شبه القطه شويه كده، كانها قطه يعني. دي انا اللي عاملها، وانت عامله البنوته دي، ودي كمان دي بقره. دي بقره. بقره نونو، عامله بقره نونو وبنوته. وانا عملت البتاع اللي انا مش عارف دي ايه، قطه كده، والحمار اللي انا كنت عامله ظبطته شويه كده، بس برضه عمال يقع، كل شويه بيقع، مش راضي يقف خالص. ايه ده؟ شفت انت عملت ايه كمان؟ استني ثانية واحدة. ده برجر يا اصحابي. ده برجر. دوناتس. الله، جميل قوي الدوناتس ده. استني كده شيل ايدك. حلو قوي، والبرجر كمان جميل. الله، كلها يا اصحابي. الشفا. بالهنا والشفا يا اصحابي، اتفضلوا. يلا دي الله، جميل خالص. خدوا يا اصحابي. يلا حطيهم بقى هنا جنب اصحابهم. عملنا النهارده حاجات جميله يا اصحابي. تفتكر الحاجات دي هتعجب اصحابنا ولا لا؟ استنى، الحمار وقع، كل شويه بيقع، مش قادر يمسك نفسه. هتظبطيهولي انتي؟ ماشي.